عندي لسان عصفور متحمر، وعندي كمان زيت ولحمة مفرومة وبصل وخضار مشكل وملح وفلفل وبهارات وجوزة الطيب ورشة قرفة ومرقة لحمة، سواء مكعب أو مرقة مثلا سالقين فيها لحمة قبل كده أو فراخ برضو تمشي مفيش مشكلة، وبقدونس مفروم ومعلقة صلصة وكوباية عصير طماطم ومعلقة صغيرة من الثوم. أول حاجة كده تعالوا نعمل مع بعض الكفتة اللي احنا هنعملها في الطاجن بتاعنا. عندي هنا اللحمة المفرومة، كفتة يعني لازم أنعم، خلينا حافظين كده حاجات معينة، دي مبادئ خلاص هنفضل ماشيين عليها. الكفتة يبقى لازم أنعم ناعم جدا، سواء فراخ سواء لحمة، هعمل كفتة يبقى لازم أنعم الدنيا خالص عشان تبقى مظبوطة معايا. البصل مش عندي إسلام. هحط شوية بقدونس، هجيب البصل، هحط بقى شوية جوزة الطيب اهو، شوية بهار، وهسيب الباقي احطه مع لسان عصفور وسنة قرفة بالشكل ده كده، وفلفل اسود ده لسه اسلم، وفلفل اسود كده بالشكل ده، وملح. طب دي قولي يا اسلام وانا هعمله في الكبان. هنبدا بقى ايه ننعم كل الكلام ده كده، احنا لسه ما حطيناش البصل، هنعم ده لحد ما افرم معاكم البصل. هات الكبه صغيره وهاتوا اسلام، اسلام هات الكبه صغيره وهاتوا. بصوا من وقت بقى للتاني كده لازم هفضل ايه احرك كده شويه الكبه عشان تنعم معايا خالص. بصوا طول ما انا لسه شايفه الحاجه مصحصحه كده واللحمه المفرومه مفرومه خشن، الكفته هتفك معايا، مش هتتشمع معايا حلو، مش هتبقى ناعمه كده ومفرومه كويس. هات الكبه صغيره. بصوا اول ما بتبتدي تلف على بعضها كده بعرف ان ده كده يعني تمام، اتفرمت كويس او ابتدت يعني تدخل كل المكونات كده مع بعض. هحط بس اخر حاجه البصلايه، بصلايه كده مفرومه اهو. لو بتفرموا في نفس الوقت كله افرموا البصلايه الاول قبل ما تحطوا اللحمه المفرومه، تمام. وهبدا ايه ادخل كل المكونات دي مع بعض. خلاص كده كل الكلام دخل مع بعض اهو، هبدا بقى احط الكبه كده، شيل السلاح احطه على جنب، وابدا انزل كل الكفته اللي احنا فرمناها. بصوا خلاص متشمعه وتمام وزي الفل، شيل كده الحاجات اللي مش محتاجينها على جنب. وهنبدا بقى ايه هحط كده نقطه زيت في ايدي، نقطه كده صغيره، وهبدا ايه اعمل كور من الكفته. ممكن تعملوا كور، ممكن تعملوا صوابع، على حسب ما انتوا حابين، مفيش مشكله خالص. هجيب كده طبق اعمل فيه الكور بتاعتي. بصوا خلاص كله ناعم، فلما اجي اشكلها بتبقى ناعمه معايا، لما اجي بقى ادخلها في التحمير ولا احمر فيها شويه ما تبقاش ايه يعني فكه ولا اي حاجه ولا طريه زياده عن اللزوم ولا خشنه ولا اي حاجه،
تبقى ماسكه كده نفسها. وبصوا متشمعه الكوره ومتشمعه حلو جدا. في الوقت ده انا حاطه الحله او صينيه على النار، انا هشتغل في حله على طول عشان ما اوسخش كذا حاجه. هي الحله اللي هحمر فيها الكفته، هي اللي هشتغل فيها الطاجن، هعمل فيها كل حاجه اهو بالشكل ده. استاذ حسين صباح الفل. استاذ حسين اي صباح الخير، ازاي حضرتك؟ عليكم السلام، اخبار حضرتك ايه؟ كيف؟ الحمد لله والله كله زي الفل الحمد لله. ربنا يطمن عليك يا شيف، ودايما كده الحلقات الحلوه دي يا شيف اللي يعني بتنورينا الله يخليك، ويعني بننفذها عن طريقه حضرتك يعني بتطلع بمنتهى الجمال والروعه صراحه. الله يخليك يعني. الله يخليك استاذ حسين، تسلم والله تسلم. الله يخليك الله يخليك. صباحكم زي الفل، الجو عندكم عامل ايه في اسوان؟ والله هو النهارده يعني الشمس طالعه سخنه دافيه. الشمس طالعه سخنه ودافيه شويه. والله هو برضو الجو لسه مش عارفه، الشتاء غريب يعني ساعات يبقى حر الصبح وبالليل يسقع شويه، بس لسه يعني ما دخلناش في الشتاء الجامد يعني. بالليل بيبرد، مش عارفين احنا الشتاء هيجي امتى. لا بس الشتاء داخل هادي علينا السنه دي يعني، لسه هادي علينا، لسه بامشي بزعبيبه يعني قوي. لا لسه ربنا يعديه على خير ان شاء الله. صباحك زي الفل استاذ حسين، شكرا جدا. بصوا هبدا بقى اكور، ممكن تعملوا صوابع لو انتوا حابين. انا بصراحه بحب في الطاجن يعني الكور، بحسها بتبقى حلوه وبتبقى باينه كده من الطاجن، فبتبقى طعمها حلو قوي وشكلها كمان حلو اهو. هبدا كده اشكل شويه كمان عشان احطهم مره واحده، وابدا ان انا ايه اديهم كده تحميره في نفس الوقت كده، كلهم ياخدوا نفس اللون في نفس الوقت اهو. ما عنديش بقى حاجه خشنه خالص، البصل مع البقدونس مع الكلام ده كله دخل في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه، فالموضوع ايه كله تمام خالص. نعمل كورتين ثلاثه كده كمان وعلى طول على الحله. الحله انا فاتحه النار عليها سايباها تسخن تمام عشان اشتغل فيها على طول اهو. تعالوا بقى ايه على الحله كده، هحط لها شويه من الزيت. حابين تحطوا زبده او حاجه، بس انا بصراحه يعني الزيت بالنسبه لي هيبقى تمام. ونبدا بقى نجيب الكفته. ام يوسف صباح الفل. صباح السعاده، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ حبيبه قلبي كيفك؟ عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. دايما يا رب حبيبتي دايما. حضرتك عامله ايه؟ كله زي الفل والله. والبرنامج والمؤذين كله زي الفل، كلهم بيسلموا عليك يا حبيبتي والله. وإدارة القناة ربنا يبارك لك، كله جميل. قول لنا الجو ايه عندك في اسكندريه؟ انا مش قادره اقول لك على لسعه البرد الجامده. الايه؟ لسعه برد جامده. عندكم برد؟ رطوبه عاليه جدا. والمطر ايه؟ بتمطر ولا الدنيا تمام؟ لا ده ساقعه بهوا بس ما فيش مطر. ايوه هي المطر اللي بيهبط بقى الكلام ده كله. هوا بقى مش قادر اقول لك يعني الجو برد جامد. هو اسكندريه بقى متعودين على كده المفروض خلاص. تلاقي الطل نازل على وشنا كده ساقعه. حبيبتي الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. قولي لنا عاملين غدا ايه النهارده؟ النهارده هنعمل جنيه فراخ زي اللي عملتها لنا بالمكرونه. ماشي، الف هنا حبيبه قلبي. ايه رايك؟ الف هنا الف هنا. امبارح كنت عامله كبده وبطاطس محمره، كبده اسكندراني. حبيبتي الف هنا الف هنا حبيبه قلبي. بس عايزه اسالك في حاجه. قولي لي. يعني صراحه بنتعلمه منك كتير برضه الحمد لله. تسلمي الله يخليكي. حبيبتي انا لما بفرز الوراك في الثلاجه يعني بتطلعيها تلاقي العظم غامق قوي. ليه؟ غامق بعد ما تفرزيها؟ اما بتفرزيها يعني انت جايبه وراخ وجايبه فرخه وجايبه جنيحه. بصي هو الفراخ ما بيحصلهاش حاجه خالص في التفريز، يعني ما فرزتش قبل كده فراخ حصل لها لون غامق او حاجه. ممكن العظم من جوه وانت بتسويه. لا مش عارفه، ما حصلتليش بصراحه قبل كده خالص الفراخ ان انا احطها العظم يبقى غامق. ممكن طب تغيري الراجل بتاع الفراخ؟ ممكن الفراخ نفسها مش حلوه؟
ممكن يعني ممكن تغيري راجل نفسه بتاع الفراخ، لكن الفراخ يعني انا بتحط في الفريزر، كلنا بنحط الفراخ في الفريزر ولا بيحصل لها حاجه، بتطلع زي الفل. بس شوف اسماء، انا بفرز الوراك وبطلعها في الطبخ وبعملها تمام، بس لما بتطلعيها بتلاقي العظم بعد انا فاهماك، العظم من جوه بيبقى غامق، بس مش عارفه ممكن تغيري راجل بتاع الفراخ، غيريه كده يعني، جربي كده هاتي من حد تاني وشوفي نفس الموضوع هيبقى نفس المشكله دي موجوده ولا لا. ربنا يبارك لنا فيك يا حبيبتي، الله يخليك. بعتلك حاجه ردي عليا فيها. حاضر حاضر. على اول تعليق بتاع الكفته. حاضر عينيا. كفته العدس اللي انت عملتيها كانت جميله. حاضر يا حبيبتي عينيا، هرد عليك. وحاضر حبيبه قلبي، ماشي، صباحك زي الفل يا حبيبتي. نعمل بقى بقيه الكور دول بالمره، واحنا ايه بنحمر الكفته اللي عندنا، حطيناها في شويه زيت وهنبدا ان احنا ايه نقلب فيها كده. ما بحبش اقلب فيها اول ما احطها عشان بتبقى لسه طريه، مش عايزاها يعني عايزاها تشد شويه. اهو تعالوا بقى نحط الكور دي برده معاهم، وابدا ايه، بصوا ادحرج كده الكور بالشكل ده عشان تبقى خدت لون وفي نفس الوقت شدت كده، ما تبقاش يعني محتاجه ان احنا نقلبها بحاجه. نشيل بقى كل الحاجات اللي مش محتاجينها هنا دي.